كلام من القلب، الحلقة 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، إخواننا المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وبسائر بلاد العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا كلام من القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى هالكلام اللي كيخرج من القلب ديالي يوصل القلوب ديالكم ويكون بردا وسلاما وسكينة وطمأنينة عليكم. اليوم أخوتي المغاربة، أخوتتي المغربيات المسلمين والمسلمات، أتحدث معكم في واحد الموضوع مهم جدا في هذا الشهر المبارك، وهو الموضوع دل على رحمة سيد ربي كبيرة الواسعة. سيد ربي يقول في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن هذا الرحمة لسيد ربي سبحانه وتعالى شملتنا كاملين، ومن هذا الرحمة لرب سبحانه وتعالى نحن اللي تبعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرنا على الطريق ديالو. من هذا الرحمة أن سيد ربي كيتوب علينا إلى غلطنا. هذا باب كبير دل على رحمة سيد ربي، هو باب التوبة. الإنسان إلى غلط يرجع، وسيد ربي كيخاطبنا احنا المؤمنين، اش كيقول؟ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. وشنو هي التوبه النصوح؟ توبه النصوح هي الانسان الى طاح شي معصيه كيندم، هذه الحاجه الاولى الندم. شي مني الانسان الواحد فينا كيغلط شي غلط وكيندم كيبدا يحاسب كيقول شي هادشي كيلوم نفسه، هذه النفس اللوامه، هذا دليل على الايمان يشد فيها الندم على ما فات، والعزم كيقول انا ما عمري نعاود هاد المعصيه، العزم على عدم العوده الى ذلك مستقبلا، كيعزم انه ما يعاودش. ويكثر من الاستغفار. ما معنى الاستغفار؟ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تطلبون مغفرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا كثير المغفرة، كيغفر الذنوب، يغفر لي وليك ولهذا ولهذاك، وتعاود تغلط وتعاود تقول استغفر الله وغفر لك، ثم ترد الحقوق إلى أصحابها. إذا كانت شي حاجة بينك وبين العباد رد الحقوق، ديتي شي واحد ديالو أعطيه ديالو، دويتي في شي حد بكلام خايب دوي فيه في نفس المجلس بكلام طيب، هذا هو روح الباب كبير. عدد ديال الناس كيسولوا تيقول لك وانا درت عدد ديال الذنوب الكبائر ودابا انا بغيت نتوب واش ربي غيغفر ليا. كنقول لك ماشي انا اللي كنقول، سيدي ربي سبحانه وتعالى كنقول لك داكشي اللي قال سيدي ربي، واسمع ليا مزيان وروى هذا الكلام. يقول سيدي مولاي في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. قل، هذا خطاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب كل واحد كيقرأ القرآن الكريم. قل، اللي يسولك قل يا عبادي، قل
كل المؤمنين يا عبادي يا حرف نداء عبادي يا هذيك اللي هي هذيك الياء المتكلم العباد ديالي هذه الاضافه ديال التشريف اضافه ديال التشريف يا عبادي يا ومضاف وهذيك اللي هي مضاف اليه اضافه اضافك اليه العباد ديالي اضافه التشريف وفيها الاداره ديال الحنان وديال الرحمه وديال المحبه العباد ديالي ديولي الذين شكون هما الذين اسرفوا على انفسهم بكثره المعاصي اسرفوا على كان تارك الصلاه كان كيشرب الخمر كان كيزني كان ومن بعد قال هذا الشيء كندير بيني وبين مولاي بيني وبين سيدي ربي اش كيقول لك سيدي ربي لا تقنطوا من رحمه الله اسرفت فادنبت فاكثرت من الذنوب ومن بعد فقتي وجاتك واحد اللحظه ديال الاشراقه روحيه قلت اش كندير بيني وبين مولاي انا غادي ليه النهار اللي كيدوز ما غادي فين غادي عند مولاي غنوقف قدامه غادي نموت غنتدفن غنتبعت غنوقف قدام سيدي ربي اش غادي نقول ليه ربي كيقول لك لا تقنط من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله رحمة سيدي ربي واسعة فهذا الرحمة مغفرة الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها كلها إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم غفور كثير المغفرة صيغة مبالغة رحيم يرحم يغفر الذنب ويرحمك غفور رحيم يرحمك بهذه التوبة بهذا الرجوع فتح لك واحد الباب كبير فارجع إلى الله تبارك وتعالى وأنب إليه فالتوبة والإنابة التوبة كندم على داك الشيء اللي فات وتعزم على أنك ما تعاودش ترجع وتكثر من الاستغفار وترجع إلى ربك بإكثار من الحسنات وأتبع السيئات الحسنات تمحوها أتبع السيئة تبعها بالحسنة تمحوها درتي واحد ذنب نوض توضى وصلي وبكي على مولاك هذيك العمل اللي درتي مخلصا ماشي كتمثل ولا شي حاجه لا مخلصا وعازما على انك ما تعاودش ترجع لذاك الذنب ذنبتي وبقى فيك الحال وخرجتي ولقيت واحد السيد محتاج وعطيتيه ما عطاك الله تبغي بذلك وجه الله ان الحسنات يذهبن السيئات ذنبتي وغلطتي ورجعتي ودخلتي لدارك توضيتي وصلتي وبديتي تبكي على مولاك ربي كيمحي إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم إنه هو الغفور يغفر الذنب غافر الذنب غفار يعني تذنب فتستغفر فيغفر لك ثم تذنب فتستغفر فيتوب لك ثم تذنب فتستغفر فيتوب لك ويغفر لي ويغفر لي هذا ويغفر لي هذا ويغفر لي هذا ويغفر الناس كلهم كيغفر له إنه رحيم بنا رحيم بنا من رحمته انه فتح لنا هذا الباب ديال التوبه والتوبه كتكون في واحد الوقت قبل الغرغره وقبل طلوع الشمس من مغربها قبل الغرغره بمعنى ان الانسان كتوصل للروح ديالو للحلقوم صافي الساعه ما بقى ما ينفعوش وقبل طلوع الشمس من مغربها وهذا طلوع الشمس من مغربها هذا من علامه الساعه الكبرى ولهذا اخوتي المؤمنين اخواتي المؤمنات هذا واحد الباب كبير فتحوا لنا سيدي ربي سبحانه وتعالى خصنا يعني نتأملوا فيه ونرجعوا لسيدي ربي سبحانه وتعالى وراه ربي غفار 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 ما محتاج ليناش شي واحد سول شي حد اخر قال له واش سيدي ربي كيغفر قال له لا إلا دا فيه شد ما كيغفر شيء لن يغفر الله لك جاء هذا يعني في المأثور في الكلام اللي كيتحكى اللي كيوقفوا قدام الله تبارك وتعالى فيقول الله له اش عندك؟ تيقول له يا ربي انا ما عندي حتى شي عمل صالح عندي يعني غير الذنوب وانا معترف بها اش كيقول له سيدي ربي سبحانه وتعالى بل رحمته
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة بيقينك في الله. هو كان قلبه عامر بالله. طلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم وأن يجعل العمل خالص لوجه الكريم. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.